السيدات والسادة، حياكم الله. نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يفتح مشروع مجسم النصب التذكاري. محكمة شرق المكلا الابتدائية تصدر حكمها لأربعة متهمين بتعاطي وحيازة المواد المخدرة. الهلال الأحمر الإماراتي بشن تشغيل بئر ارتوازي برأس حيدر في قفء الكثير في صحراء حضرموت. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الثقافة مروان أحمد دماج بأن الدان الحضرمي يمثل أحد عناصر الهوية الحضرمية واليمنية، والذي يشتمل على أكثر من عنصر للتراث الثقافي، من تقاليد شفهية وممارسات اجتماعية وفنون أداء وفضاء ثقافي. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاحية الندوة الثقافية حول فن الدان الحضرمي، التي نظمتها وزارة الثقافة بالتنسيق مع السلطة المحلية بحضرموت بمدينة سيئون، داعيا إلى مواصلة العمل لإعادة وإحياء المؤسسات الثقافية وتنشيطها. وأوضح الوزير دماج أن وزارة الثقافة بصدد التحضير لتسجيل وإدراج الدان الحضرمي ضمن قائمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي، الأمر الذي سيترتب عليه تسليط الضوء على هذا الفن العريق والأصيل، مبدٍ استعداده بالتعاون مع جميع المثقفين والفنانين والمبدعين في حضرموت للارتقاء بدور المؤسسات الثقافية العمومية. هذا وتستعرض الندوة التي تستمر على مدى يومين بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن الثقافي عدد من المحاور المقدمة من قبل مختصين ومهتمين بالدان الحضرمي. افتتح محافظ حضرموت قار المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسنية اليوم مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت بساحة العروض بالمكلا ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت. وجاء تشييد هذا المشروع عرفانا بتضحيات شهداء حضرموت المنتسبين للنخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية وللمؤسسة الأمنية الذين استشهدوا من أجل التحرير. وتتصدر النصب التذكاري عبارة تؤكد الوفاء للشهداء، استقرارنا ثمرة دمائكم. واستعرض المحافظ الحرس العسكري الذي اقتص بشموخ على طول ساحة النصب التذكاري، وقام يرافقه وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء النخبة الحضرمية والأمن، وقراءة الفاتحة والوقوف وقفة حداد ترحما على أرواحهم الطاهرة. وطاف المحافظ بأجنحة معرض الصور والرسومات والفن التشكيلي والمشغولات اليدوية الذي يقام بساحة النصب التذكاري، والذي يسهل بالصورة والرسم منجز التحرير وتضحيات شهداء حضرموت. التقى مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم بمندوبي منظمة اليونيبس بمبنى مكتب وحدة تنفيذ المشروع الممولة خارجيا بالمعاوص. وناقش اللقاء المشاريع الممولة من منظمة عبر مشروع الأشغال العامة. وتطرق الاجتماع للاطلاع على آخر الترتيبات والإجراءات الخاصة بإنزال المناقصات في وقتها. وعقب ذلك قام مدير عام مؤسسة المياه ومعه مندوبي المنظمة بنزول ميداني إلى موقع المشاريع المستهدفة ومحطات الصرف الصحي ومحطة المعالجة بمنطقة أمبيخة. أصدرت محكمة شرق المكلا برئاسة القاضي فيصل بن شيبان وبحضور وكيل نيابة شرق المكلا القاضي رضوان سالم لكمح حكمها على أربعة متهمين بقضايا تعاطي وحيازة المواد المخدرة. وأصدرت المحكمة حكمها بالقضية الجنائية رقم 8 ورقم 20 للعام المنصرم بواقعة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، والذي قضى بإدانتهم بالتهمة المنسوبة إليهم ومعاقبتهم بالسجن لمدة 5 سنوات تحسب من تاريخ القبض عليهما. هذا ويذكر أن إدارة مكافحة المخدرات قد ضبطت هذه القضيتان ورفعت أولويتها للنيابة العامة. أنهت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت عدة مشاريع لتحسين شبكة المياه في مديرية الديس الشرقية، والتي ستساهم بشكل كبير في رفع إنتاجية المياه وتأمين استمرارها وتوفيرها ووصولها للمواطنين. وعملت المؤسسة خلال الفترة الأخيرة بحفر بئر إنتاجية بتمويل مؤسسة أيادي الخير ومؤسسة النجاة الكويتية، وتحويل الخط الناقل من البئر رقم 2 إلى البئر 5 بشبكة هوائية ضغط عالي، وكذا رفع محول سعته 200 أمبير إلى 500 أمبير، وتوسعة خزان الديزل وبناء قواعد لرفع الخزانات عن الأرض لتأمين تموينات الديزل للمديرية لضمان ضخ المياه للمواطنين عند قطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى مشروع توسعة الشبكة الداخلية
المرحلة الأولى لتحسين شبكة المياه المرحلة الأولى والمول من قبل منظمة اليونيسف لبعض أحياء مديرية الديس الشرقية. ألقى أمن وشرطة مديرية تريم القبض على شخصين ارتكبا جريمة سرقة خردة بمنطقة عديد، وباشرت الأجهزة الأمنية بعد تلقيها بلاغا من مواطن بتعرض حوش منزله لعملية سرقة بإجراءات البحث والتحري عن المطلوبين وتحديد موقعهم، حيث تم قبضهم وبحوزتهم المسروقات. وخلال التحقيق اعترف المتهمين بقيام بعملية سرقة شنطة بها معدات تصليح وهندسة السيارات. وضبط الأجهزة الأمنية بتريم متهمين بسرقة خردة بمنطقة عينات، حيث وجد أفراد البحث والتحري الخردة المسروقة في أحد المحلات وتم معرفة الجاني وضبطه بعد استدراجه إلى محل الخردة. وفي سياق متصل، استطاعت شرطة تريم القبض على مطلوب بموجب أمر قضائي صادر من محكمة تريم الابتدائية. نظم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت محاضرة تدريبية لفنيي المختبرات حول مرض الكوليرا وطرق عمل الفحص السريع والزراعي لعينات الكوليرا. وتأتي هذه المحاضرة التي أقيمت في المختبر المركزي ضمن استعدادات صحة الساحل لمواجهة الوباء، حيث تلقى المشاركون من نائب مدير المختبر المركزي بحضرموت شوقي العكبري ومدير الترصد الوبائي بالمحافظة رولا بضريس تدريبا حول التعرف القياسي لحالات الاشتباه بالكوليرا وآلية التبليغ والطرق الصحيحة لجمع وحفظ وإرسال العينات إلى المختبر المركزي. دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي افتتاح بئر ارتوازي برأس خيبر بفرع قفء الكثير بصحراء حضرموت بعمق 502 متر بعد استكمال عملية الحفر وتجهيز كامل بمضخات مولد كهربائي ضمن مشروع الهيئة لحفر بئر ارتوازي بحضرموت. ولاقى المشروع ترحيبا واسعا من قبل الأهالي الذين عاشوا حقبة من الزمان في معاناتهم مع شحة المياه. ويأتي هذا المشروع ضمن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاريع البنية التحتية بحضرموت وتخفيف معاناة المواطنين من شحة المياه. وخلال عملية التدشين أشاد عضو مجلس الشورى عبد الله الكثيري بجهود الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت من خلال تنفيذه العديد من المشاريع التنموية للمواطنين، شاكرا تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة لحفر الآبار بالشريط الصحراوي الذي يعده إنجاز غير مسبوق لمناطق الصحراء. لهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا هذا اليوم، وتذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يفتتح مشروع مجسم النصب التذكاري. محكمة شرق المكلل الابتدائية تصدر حكمها لأربعة متهمين بتعاطي وحيادة المواد المخدرة. الهلال الأحمر الإماراتي بشر تشغيل بئر ارتوازي برأس خيبر بقفء الكثير بصحراء حضرموت. كتاب النشرة حتى لا ملتقى، دمتم في أمان الله.